انا صايم وفي الكنافه وبقول اي وبقول اي كلام، ده ابرز دليل ان انا الشيخ مؤنس. انا مشكلتي كانت عند مؤنس التحضير الداخلي للشخصيه اكتر من الخارجي، بمعنى انه في دقن هتتربى، في شنب هيتخف شويه، ده هتبقى بالاتفاق مع الاستاذ تامر طبعا. الزبيبه ما اعرفش هتبقى موجوده ازاي، البادي لانجويج ازاي، بيصلي الشريحه الدينيه ديت او الشبه مؤنس، طريقه القائهم للقران وهما بيتكلموا. كان في جوانب خارجيه للشخصيه. طب الداخليه بقى دي هتبقى عامله ازاي؟ يعني هو مؤنس ده محامي، ومحامي مش سهل يعني، ورجل دوله ماسك، هو المسؤول عن الجاليات المسلمه من جميع انحاء العالم اللي في امريكا، بيزنس مان ناجح جدا، عنده اكبر شركات السوبر ماركت بتاعته في التجاره ديت في السوق، رجل شرقي جدا متزمت دينيا، نصاب في بعض الاوقات، محترف يعني، حبيب رومانسي، حبيب قوي. فانا دلوقتي عديت لك 7 جوانب في شخصيه مؤنس اهم. طب ال7 جوانب دول بقى ملامحهم هتتخلق ازاي؟ هتتكون ازاي؟ فانه اسهل اربي دقني ولا اعمل دول؟ اكيد اربي دقني اسهل. دايما لما بشتغل مع تامر محسن، ربنا يا رب ما يقطعها عاده، انه انا ببقى عارف كويس قوي انه احنا هنجيب جون حلو السنه دي، وجون مختلف، ببقى عارف ده كويس قوي. خلاص احنا بنفكر بقى في الجون ده هيجي ازاي. كل الناس اللي في المسلسل تفوقت على نفسها، كل الناس، كل العناصر، من اول التامر لحد اصغر حد، تمثيل، تصوير، ستايلينج، ديكور، إضاءة، كاستنج، حتى شغل تامر كله، تامر تفوق على نفسه تماما في هذا العمل، كل العناصر تفوقت على نفسها. فكنت متوقع النجاح، لكن ما كنتش متخيل انه مؤنس هيبقى عامل كده للدرجات دي يعني. كنت شايف كل ده لانه ما كنت يعني مش مدرك ان كل ده ممكن يحصل يعني. سبحان الله، بجد كرم كبير جدا جدا من عند ربنا. طبعا هو حاجة ومؤنس حاجة تانية خالص، ما لهمش علاقة ببعض، وراجل بقى نسوانجي بقى متعدد العلاقات، بخاين، بيخون مراته، عنده انجر مانجمنت اصلا كمان، هو عنده انجر مانجمنت بيعاني منه. فكانت في مشاهد مثلا فيها شحنة انت مطلوبة منك تطلعيها في الشخصية عشان هي بتعمل كذا وكذا 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 وكذا. فظهري كان قفش عليا كتير بسبب العصبية الزيادة ديت، والله العظيم ظهري قفش عليا في كذا مرة وما كنتش عارف اتحرك يعني. نيلي انا مش أول مرة اشتغل معاها، اشتغلت معاها في رمضان 2015 تحت السيطرة، كان مع تامر محسن برضو، وبعد كده السنة اللي بعديها في 2016 عملنا سقوط حر، وبعديها بسنتين اشتغلنا عملنا مسلسل اذاعي اسمه اعترافات خوخه، كنت انا وهي، وده رابع مره نشتغل مع بعض. ف يعني خلاص حفظتها يعني، وهي حفظتني، وكميتنا لذيذه مع بعض جدا، وهي بني ادمه بتاخد الحاجات بسهوله يعني، ما بتحب تبقى، ما تحبش تتعب نفسيتها، بتحب تاخد الحاجات بسهوله وكده. لما كلمني كريم الشناوي رحت قابلته على طول طبعا، وفرحت ان انا هبقى معاهم في اللقطه ديت. انا لما حكى لي عن الشخصيه كنت انا ساعتها كنت قبليها بيوم كنت بصور في نيوتن، في لعبه نيوتن، وجي في دماغي انه عندك مؤنس وعندك كريم الدمنهوري، ودلوقتي بقى في مستر احمد الاكتنج كوتش اللاسع ده، فكل دي شخصيات يعني
انا بحب حبيتها جدا وانا بحب اشخص يعني بحب دي حاجه انا من هواياتي فاستمتعت جدا بالشغل اللي معاه محمد ممدوح وامينه خليل اخواتي وحبايبي واصدقاء عمر وعشنا مع بعض تجربه من احلى تجاربنا احنا الثلاثه واحنا الاربعه مع بعض قبيل نفس الموضوع كنت انا وتايسون وامينه وكان اخراج كريم برضو كان احمد جبر مدير التصوير وكان نفس الكرو انا بحبهم جدا جدا من ساعه لما اشتغلت معاهم يعني كميتنا في الشغل رهيبه بنفهم بعض قوي بنعرف نلعب مع بعض حلو في الشغل الاختيار بيتر ميمي كلمني في التليفون وانا لما شفت الجزء الاولاني طبعا مصر كلها لما شافت الجزء الاولاني انبسطت بيه جدا فلما بيتر ميمي كلمني فرحت جدا جدا لان انا كان نفسي اشتغل في الجزء الاولاني بس ربنا ما اردش ولما لقيته بيكلمني عشان الجزء الثاني فرحت موت قلت بقى وكريم عبد العزيز انا كنت عارف ان هو اللي هيعمل البطوله بتاعت بطولة الجزء الثاني فانا بحب كريم عبد العزيز جدا ومثلتش معاه من ساعه فاصل ونعود من 2010 فرحت لقيت بيتر بيقول لي احنا هنعمل مشهد كذا كذا قلت له مشهد ايه انا هعمل مشهد واحد بس فقعت طبعا جدا كان نفسي اكون موجود بشكل اكتر من كده بس طبعا ما فكرتش طبعا قلت له طبعا اكيد لانه اي حد يتمنى يكون موجود في عمل بطولي يعني درامي زي دوت خصوصا انه احنا ما عندناش كتير اعمال زي دي وبيتر من المخرجين اللي بيشتغل على نفسه قوي وبيتطور جدا ودي حاجه ملحوظه وانا يعني اشهد له بانه كان يعني من ابرز المخرجين في الكام سنه اللي فاتوا انا حاليا على قوه اهل الكهف فيلم اهل الكهف تاليف ايمن بهجت قمر واخراج الاستاذ عمرو عرفه وانتاج وليد منصور وطبعا كاست حدث ولا حرج يعني خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، صبري فواز، أحمد فؤاد سليم، بسنت شوقي، ريم مصطفى، ناس كتير قوي، أحمد عيد، أحمد وفيق، ناس كتير قوي قوي يعني فمش عايز أنسى حد فده اللي احنا ابتديناه تصوير فيه من فترة وهنكمله بعد العيد إن شاء الله